أهلا بكم. أعادت زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق تساؤلات القديمة الجديدة عن حقيقة وجود سيارة عراقية بعد العام 2003، خاصة بعد لقاء الوزير الإيراني بعدد من شيوخ العشائر، وطلب بعض القوى السياسية وساطته في إنهاء ملف سكان المحافظات المنكوبة الذين هجرتهم الميليشيات الطائفية وفرق الموت، إذ اعتبر الناشطون العراقيون نشاطات ظريف في العراق منافية وخرقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول، في حين رأى محللون سياسيون محسوبون على العملية السياسية أن هذه الزيارة محاولة من طهران لتهدئة الأوضاع وتخفيف دورها في العراق، لا سيما وأن طهران متهمة بدعم الميليشيات وفصائل مسلحة منفلتة تقوم بتهديد الأمن وقصف المصالح والسفارات الأجنبية. وهذا الاجتماع أو اللقاء أو التدخل الإيراني ليس فيه ما ينتقص مما يسمى السيادة في العراق. حقيقة وجود سيادة عراقية في العراق بعد العام 2003 في ظل هيمنة قوتي الاحتلال الأمريكية والإيرانية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة في برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة سيادة حقيقية في العراق بعد العام 2003 في ظل الهيمنة الكاملة لقوتي الاحتلال أمريكا وإيران؟ وما هي دلالات توسيط بعض القوى السياسية السنية وزير خارجية إيران لإرجاع سكان المحافظات المنكوبة المهجرين قسريا؟ وهل حكم على العراق بعد العام 2003 أن يكون ضيعة إيرانية تحت سيطرة القوى الطائفية الفاسدة؟ وما الضير في أن تلعب إيران دور الوسيط بين القوى السياسية المتناحرة بحكم علاقة طهران المتميزة مع هذه القوى بغية استقرار العراق؟ أليس من الأفضل أن يكون الحضور الإيراني في العراق عبر الدور السياسي والدبلوماسي بدلا من هيمنة الحرس الثوري وفيلق القدس؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، حامد الصراف. كثيرا ما يسمع عن منطقة منزوعة السلاح أو إقليم منزوع التوتر، لكن حين يسمع عن بلد منزوع السيادة فلا بد للسامع أن يستذكر عراق ما بعد عام 2003، حيث لا تزال الوقائع تفاجئ العراقيين بأنهم في بلد بلا حكم عراقي، وحتى الساسة على فسادهم وطغيانهم لا يملكون من أمر البلاد شيئا. قبل أيام زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بغداد، وليس في جو الزيارة ما يشي باحترام الأعراف الدبلوماسية إلا شكلها، فكانت هذه الزيارة أشبه بجولة لمسؤول إيراني في ولاية إيرانية وليس في بلد آخر، حيث التقى ظريف شيوخ عشائر ومسؤولي فعاليات ثقافية كل على حدة دون اعتبار للحكومة أو تمثيلها المفترض للدولة. وأسوأ من ذلك ما إن وصل ظريف إلى العراق حتى تهافت عليه ممثلون للكتل السياسية وصاروا يعرضون عليه المطالب ويقدمون له الالتماسات، فهذا يشرح له قضية جرف الصخر، إذ يعرف مسبقا أن القرار الأول والأخير في ملف جرف الصخر بيد إيران، والبعض صار يلتمس من ظريف أن يخفف من وطأة الميليشيات وتغولها في الدولة، وغيرهم كثيرون صاروا يطلبون رضا المسؤول الإيراني الممثل للدولة المهيمنة على العراق. جواد ظريف ليس الأول الذي يزور العراق بهذه الشاكلة، فالمسؤولون الإيرانيون وقادة الحرس الثوري اعتادوا على الدخول إلى العراق وكأنه ولاية إيرانية، حتى الأمريكيون اعتادوا ذلك، فلا يمكن أن تنسى زيارة دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد دون أي اعتبار للحكومة في بغداد أو إعلامها بالزيارة مسبقا في أقل تقدير. 18 عاما منذ الغزو الأمريكي كانت كفيلة بتحويل العراق إلى مشاع للدول الطامعة والمهيمنة في ظل وجود منظومة سياسية فاسدة وتابعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في حقيقة وجود سيادة وطنية في العراق بعد العام 2003.
في ظل الهيمنة الكاملة لقوتي الاحتلال الأمريكية والإيرانية. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العان الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كلهم عبر سكايب. أهلا وسهلا بكم جميعا. حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور رافع الفلاحي. يعني مع كل زيارة لمسؤول أمريكي أو إيراني تعاد الأسئلة، تثار الأسئلة عن السيادة في العراق، ما يسمى السيادة في العراق، أن لا سيادة في العراق، العراق الآن منزوع السيادة. ما هي المؤشرات أو ملامح فقدان العراق لسيادته التي ينكرها منكرو السيادة أو الذين يعترضون أو الذين ينفون وجود سيادة في العراق؟ زيارة مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين لدولة مرتبطة بعلاقات استراتيجية مثل العراق مع هاتين الدولتين، لماذا زيارة يعني هؤلاء المسؤولين وخاصة الزيارة الأخيرة لظريف أنها دليل على فقدان العراقي لما يسمى السيادة؟ أولا أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بداية علينا أن نقول أن السيادة تعريفها العام نعم هي الحق الكامل للجهة الحاكمة وسلطاتها على نفس دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية. هذا التعريف العام للسيادة. وللسيادة في كل مكان مظاهر، وأهم هذه المظاهر هي مظهرين، مظهر خارجي ومظهر داخلي. المظهر الداخلي بالمظهر الخارجي لنبدأ بالمظهر الخارجي، ننظر إلى تنظيم هذه الدولة لعلاقات مع الخارج بما يمثل مصالحها، بما يحافظ على مصالحها ويحافظ على هيبتها وكيانها وخصوصيتها وخصوصية الأطراف التي تتعامل معها. عندما تخرق هذه المنظومة وتخضع دولة أخرى فإن سيادتها مثلومة وغير موجودة، سيادة منقوصة. وفي المظهر الداخلي أن تفرض الجهة الحاكمة سلطتها ونظامها على كامل يعني إقليمها، على كامل تراب المجال الجغرافي الذي يشكل الوطن وبما فيها أقاليم ومحافظات. في المظهرين إذا ما أردنا التدقيق سنجد أن العراق خارج هذا التوصيف. هو بالمظهر الخارجي هناك دول تتحكم به وتتحكم بقرارها، وحتى اختيار الشخوط الذين يحكمونه، وهذا واضح ويعترف به حتى أقوال العملية السياسية يعترفون به. الشيء الثاني بالمظهر الداخلي، العراق عندما ننظر إلى حكم السلطة وحكم الجهة التي تحكم العراق، حكومة مثل ما يقال، نجد أنها غير قادرة أن تحكم مثلا المحافظات الشمالية، قادرة أن تحكمها. كثير من المحافظات خرجت عن سلطتها في كثير من الأحيان، والآن كثير من المحافظات هذه خارج عن سلطتها، والميليشيات خارج عن سلطتها، والعشائر خارج عن سلطتها، وعصابات خارج عن سلطتها، والسلاح خارج عن سلطتها، فبالتالي هي فاقدة للسيادة. نحن نتحدث عن السيادة عندما يزور، وحضرتك جئت على ذكر الظريف وزيارة إيران عندما زار العراق في الأونة الأخيرة ونتحدث عنه، لأن الجماعة الذين يحكمون العراق عمل حتى الآن صدعوا رؤوس الشعب العراقي بمفهوم. دكتور أعتذر من عندك، الصوت الحقيقة ليس جيدا، يصلنا من عندك مو جيد، حتى يضبط هذا الصوت خلينا نذهب إلى ضيفنا الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، يعني كيف يقال أنه ليس في العراق سيادة مع طبعا تثار هذه الأسئلة أو هذا الإنكار مع زيارات مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين؟ والعباد يقول أن قاسم سليماني الرجل القوي في إيران قائد فيلق القدس الإيراني يقول ما كان ليدخل العراق إلا بفيزا مسبقة من العراق، هذا مثلا. ويقول أيضا العبادي أن الطائرات الأمريكية لا يسمح لها بدخول أجواء العراق إلا بعد أن تحصل على إذن رسمي من العراق حتى يسمح لها بالطيران دخولا أو مغادرة، فكيف ليس في العراق سيادة؟ يعني بداية أحييك والأساتذة الضيوف وجميع المشاهدين. أهلا وسهلا.
يعني لو وجهنا هذا السؤال إلى أي مواطن من أبناء الشعب العراقي، في غالبيتهم طبعا ولا سيما من الطبقة التي اليوم باتت واعية جدا لما يجرى ولما يحاط بهم ويتم على أرض العراقي، لا أجابوا بجواب مختصر بأن هؤلاء السياسيين في العراق يتسابقون في الكذب، لذا لا يلتفت إلى تصريحاتهم، وإنما نذهب إلى الواقع الذي نراه ونلمسه بأيدينا ونراه بأعيننا. هذا أمر. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الموضوع الذي نناقشه هذه الليلة هي موضوع أن هذا المصطلح، مصطلح السيادة، في حقيقته هو جزء من قائمة طويلة من المصطلحات التي ابتلي الشعب العراقي بأن ما يطبق ويكون فيهم هو الضد من هذه المصطلحات، من هذه المصطلحات التي ترفع كشعارات من قبل هؤلاء السياسيين الذين جاءوا في ظل الاحتلال وبالتعاون مع الاحتلالين الأمريكي والإيراني، بل يتشدقون بوجودها وربما يمنون على الشعب العراقي بتحقيقها. يعني إلى جانب الديمقراطية نتحدث عن الوطنية ونتحدث عن السيادة، نتحدث عن الديمقراطية، نتحدث عن الوطنية، الأمن، والقائمة تطول كما قلنا. أما إذا جينا إلى صميم السؤال هذا ذاته أيضا مرة ثانية نجيب، نقول أنه هي القضية ليست قضية ادعاءات هؤلاء، وإنما إلى ما نراه كما قلت وعلى لسان كثير من أبناء الشعب العراقي، ما نراه على أرض الواقع. فالذي نراه على أرض الواقع أن هؤلاء خاصة أمريكا وإيران يتصرفون تصرفا مطلقا وهم أصحاب القرار الأول والأخير في الموضوعات كافة العراقية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها. وإلى جانب، إذا أردنا أيضا أن نقارن إلى جانب هذا الادعاء الذي نقلته عن العبادي وغيره، هنالك أيضا ادعاء أو تصريحات من أكثر من هذا من السياسيين كثير جدا من المشاركين يصرحون فيها ويعترفون بأنه لا سيادة، وأنه القرار يتخذ في إيران، وأن تنصيب الفلان الفلاني في المنصب الفلاني إنما جاء بالتوافق الأمريكي الإيراني، وأن فوز فلان على فلان، لا أريد أن أذكر أسماء، لأنه كلهم في القائمة واحدة وفي بوتقة العمالة لهؤلاء للمحتل الإيراني والأمريكي مع بعض، وبعيدين كل البعد عن السيادة، فهم أدوات ينفذون المشروع الذي توافقت عليه أمريكا وإيران، والعراق يسير في ركب هذين الاحتلالين بجدارة، إذا صح التعبير أن نقولها مع كل الأسف. نعم دكتور حامد الصراف، الحقيقة واحدة ممن أثار ردود فعل شعبية ساخطة ورافضة هو تحرك ظريف في العراق والتقائه بشيوخ عشائر، بتيارات نخبوية أو ثقافية خارج إطار العمل الدبلوماسي أو السياسي لأي وزير خارجية في العالم. تعرف والمشاهدون يعرفون أن إيران أصبحت لها صورة سيئة وقاتمة في الوعي الجمعي العراقي، وهذا ما تجلى طبعا في تظاهرات تشرين التي هتفت ضد إيران، إيران برا برا، أحرقت صور قادة إيران. ولذلك ظريف الدبلوماسي الأول في إيران أراد أن يشرح وجهة نظر ربما دولته، أراد أن يحسن صورة دولته، أراد أن يقول للمجتمع في العراق أنه إيران الآن النظام في إيران يعطي مساحة للعمل الدبلوماسي والسياسي، وأن مرحلة الحرس الثوري وفيلق القدس أصبحت جزء من الماضي. فما العيب في ذلك؟ لماذا اعتبر هذا التحرك انتقاصا من السيادة إذا كانت هناك سيادة؟ طبعا بين قوسين السيادة العراقية، ما الضيل في ذلك؟ شكرا جزيلا أستاذ ماجد على الاستضافة، تحية لك ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. ولجمهور المشاهدين الكرام، الحقيقة قبل ما ندخل بتفاصيل العلاقة الإيرانية العراقية لابد أنه شوية نأرج على هذا المفهوم، رغم أنه الضيفين الكريمين يعني أشاروا إلى هذه المصطلحات. نعم. بس مفهوم السيادة الوطنية يشير إلى منح سيادة مطلقة للشعب،
أي أن السلطة بيد المواطنين الذين من شأنهم القيام بكتابة الدستور وبجعل هذا الدستور يمنح السلطات ويختارون ممثليهم بطريقة دستورية وطريقة القوانين والانتخابات والديمقراطية السياسية إلى آخر المطاف، اللي هي يجب أن يكون هناك مبدأ حقيقي هو مرتبط بقوانين احترام حقوق الإنسان. هذه الحقيقة لا بد أن نؤكد عليها، لأنه السيادة الوطنية بدون احترام حقوق الإنسان والمقومات الأخرى الثلاث اللي هي التنمية المستدامة واحترام السلطات لمواطنيها وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم، وثم الدستور اللي هو يعتبر صناعة الشعب بيده، ومثل ما يقال في كثير من الأحيان أنه الشعب هو مصدر كل السلطات. نعم. هذه الحقيقة، هذه مبادئ أساسية. نعم. للسيادة. نأتي إلى الإجابة على سؤالك المهم جدا. نعم. هل السلطة الآن في العراق هي فعلا احترمت حقوق الإنسان؟ هل هناك تبرئة لكل التدخلات الإقليمية والدولية من الانتهاكات اللي حدثت منذ على ذكر حقوق الإنسان؟ دكتور وليد الحلي قيادي في حزب الدعوة يقول إن العراق بعد عام 2003 أصبح مثالاً يحتذى به في احترام حقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان في العالم. لا، هذا كلام مبالغ به. إحنا ما نقارن النظام السابق بطريقة مجحفة في كثير من الأحيان، أنه هناك نظام كان سابق إلى شروطه وإلى ظروفه وإلى تداعيات الوضع الإقليمي والدولي. العراق دخل حروب ودخل حصار وأكو انتهاكات وأكو كان حكم فردي، يعني شئنا ما بينا يعني. نعم. لكنه الآن بظل النظام الحالي الذي يدعون أنه ديمقراطي أو ديمقراطية سياسية وانتخابات، هذه كذبة كبيرة الحقيقة. نعم. لا توجد ديمقراطية سياسية حقيقية، مجرد انتخابات مزيفة متفق عليها وعلى نتائجها مسبقا. هناك حرية التعبير صحيح، لأنه لا يوجد هناك في الحكم طاغية، وإنما هناك طغاة. دكتور، حتى الوقت لا يسرقنا، في نقطة تحركات ظريف نظر إليها على أنه انتقاص من السيادة العراقية، لا يجوز لدبلوماسي أو لمسؤول أجنبي أن يتحرك بهذه المساحة، المفروض أن نحيز لقاءاته مع سياسيين أو نظرائه، وزير خارجية وليس ما يتعداه. هو هذا الكلام الصحيح اللي يجب أن نأتي إلى. نعم. يعني لأنه الانتهاكات حقوق الإنسان موجودة، الشعب العراقي الآن عايش بعيد كل البعد في واد والسلطة في واد آخر، لذلك البروتوكول يحتم والعلاقات الدبلوماسية وقانون يعني اللي يحكم تنقل أي مسؤول من دولة ضيف في دولة أخرى أو حتى السفارة نفسها أن تقيد ضمن بروتوكولات متفق عليها مسبقاً، أن لا يتدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد، لأنه درجات التدخل الحقيقة لانتهاك السيادة هي مساس بالسيادة. دكتور أنت ترى، دكتور اسمح لي، دكتور انتهاك السيادة ثم مصادرة السياسة. تمام. يعني السيادة الوطنية. لقاء ظريف بحساسيات اجتماعية أو ثقافية، شيوخ شاعر، علماء دين وما ذلك وغير ذلك، تعتبر تدخل في شأن داخلي عراقي هكذا تنظر له؟ بالتأكيد، لأنه لا يوجد هناك من ينظم العلاقة بين أي دولة ودبلوماسيتها مع شرائح المجتمع المختلفة غير الدبلوماسية الوطنية، يعني الخارجية والسفارة والدولة الحكومة. أما إذا كان أي واحد كل من هب ودب يدخل إلى بلد باعتباره دبلوماسي لدولة أخرى أن يدخل لهذه الدولة المعنية اللي هي العراق ويسرح ويمرح في أرضه ويشكل علاقات ويأثر بمبادئه وينقل ما يسمى بتصدير ثورة بهذه الطريقة ومبادئ وأيديولوجيا، طبعا هذا مغاير، هذا تدخل مشين بالعلاقات الدبلوماسية، هذا خارج النطاق العلاقات الدولية بالتأكيد، هذا مرفوض. لكن لأنه الدولة في العراق أو الحكومة أو ما يسميه المؤسسات إذا كانت هناك دولة يعني راضخة لهذه الإرادة، فهي مستسلمة لتدخلات أمريكا وإيران ودول أخرى إقليمية، فلذلك ترضى، لأنه هم نتاج
هذه العلاقات، هذه الاتفاقيات والتوافقات الإقليمية والدولية. أصلا النظام نعم. بعد 2003 جاء نتيجة طبخة دولية إقليمية. أمريكا فرضت ما يسمون الجمعية الوطنية ومجلس الحكم وإلى آخره، ثم أنشأت ما يسموه مؤسسات ودستور ويعني انتخابات وكذا، يعني هذه طبعا بعيدة عن مصالح وإرادة الشعب العراقي. بالتأكيد هذه مغايرة. إذا كان هناك قانون دولي يطبق وعلاقات دبلوماسية نزيهة وفعلا وطنية حقيقية، يمنع السفير لا يلتقي بأيا كان بمشيئته برغبته هو، وإنما يجب أن يكون هناك بروتوكول معين وفق هذا البروتوكول يتحرك أي سفير أو وزير خارجية أو حتى رئيس دولة. أما التنقلات هذه فتحسب عليه وليس له، لأنه في المستقبل راح يتم مراجعة كل هذه الأمور ويشوفون التدخلات الفظة في الشأن العراقي بطريقة بها انتهاكات، وبها ليس فقط انتهاكات وتتوقف لا، وإنما أيضا مصادرة يعني للسيادة العراقية نعم. من الداخل ومن الخارج. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. في نقطة زيارة ظريف ولقائه بشيوخ عشائر أو علماء دين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب عامر الفايز يقول إن ظريف في زيارته إلى بغداد لعب دور الوسيط بين الحكومة وقادة القوى السياسية وقادة أيضا الفصائل المسلحة، يقصد الميليشيات. هذا الدور الحقيقي غير مقتصر فقط على إيران، كل الدول الإقليمية ودول أيضا خارج النطاق الإقليمي أيضا يقومون بنفس الأدوار، وهو عملية التواصل بين القوى السياسية الموجودة في العراق، يقومون بدور الوسيط، يحاولون أن يوفقون في المنظومة السياسية في العراق في سبيل استقرار البلد، استتباب الأمن. ما الضير؟ ما العيب؟ لماذا فقط إيران عندما تقوم بهذا الدور يصبح هذا الأمر منتقصا من السيادة؟ أستاذ ماجد، يعني عنوان الوظيفة التي يأتي بها أي شخص هي التي تحدد مهمته. نعم. أن يأتي وزير الخارجية الإيراني زعيم الدبلوماسية الإيرانية إلى العراق ويتصرف بهذا الشكل، فهذا يجعلنا نتساءل مثل ما حضرتك تساءلت، ماذا أراد ظريف أن يقول في زيارته هذه، ولماذا تخرق السيادة؟ سأقول لك، ربما أنا كمتابع نعم. أنا رصدت يعني 6 رسائل عراقية وإقليمية ودولية أراد يعني يوجهها جواد ظريف لكل هذه المنظومة. هذه الرسائل الأولى منها عندما يجتمع، طبعا هو جاء في وقت أن العراق مقبل على ما يسمى بانتخابات مبكرة، والعراق فيه ميليشيات إيرانية يسموها ولائية تقصف القوات الأمريكية وتقصف السفارة الأمريكية وتقصف معسكرات وتتحكم بالشارع، وهناك عراق في الجوار العربي لمحاولة لقاءات مع إيران بهذا الشكل. هذه كل الأجواء المحيطة، فهو جاء ليوجه هذه الرسائل. الرسالة الأولى قال فيها أن العراق تحت الأمن الإيراني، لأن وزير خارجية يأتي بالسياقات الدبلوماسية عليه أن يلتقي بوزير الخارجية، يلتقي بكادر وزارة الخارجية، يلتقي برئيس الحكومة، أكثر من هذا لا يقبل، لأنه فيه إهانة للدبلوماسية العراقية. وسأذكر لك حادثة حصلت في زمن النظام السابق، أحد السفراء العراقيين في إحدى الدول الأجنبية وفي زمن الحصار يعني بادر من عنده والتقى بمجموعة من مواطني بلد الذي هو سفير فيه وإذا بحكومة ذلك البلد وجه كتابة جديدة لهجة إلى العراق يطلب منه سحب هذا السفير لأنه أهان سيادة تلك الدولة. وفعلا تمت حسب ما قرأنا في ذلك الوقت وإقالته بمنصبة. هكذا تتصرف بحساسية مع سيادتها. لكن يأتي وزير خارجية وجه رسائل بهذه الطريقة غريبة. الرسالة الثانية أراد أن يقول أن الانتخابات القادمة لن تخرج عن طوع إيران، وإيران هي المتحكمة بكل قوى المشاركة بالانتخاب كبيت شيعي مثل ما سموه قيادات الأحزاب والميليشيات الشيعية التي ستشارك بالانتخابات،
ثقة بممثلين لمجموعات تسمى يعني تحسب نفسها على السنة وتشارك بالانتخابات. هو جاهلهم هذه الرسائل انه هذه الانتخابات على حال الانتخابات السابقة لن تخرج عن طفيرة. الثالث ميليشيات التي تقصف هذه وتوسلون في إيران أراد أن يقول أنها من أدوات إيران للسياسة. أيضا نفس المشكلة دكتور، أنا أعتذر منك، هناك مشكلة تقنية في الصوت الواصل من جنابك الكريم، لا أدري لماذا. خلينا نتوجه إلى دكتور عبد الحميد العاني. دكتور، أيضا بعض القوى السياسية السنية أعلنت أنها طلبت من ظريف المساهمة ولعب دور إيجابي في إنهاء معاناة المهجرين قسريا من سكان المحافظات المنكوبة في جرف الصخر، في صلاح الدين، في الموصل وما إلى ذلك، أنه يطلبون مساعدته بإرجاع هؤلاء إلى مدنهم. أنتم في هيئة علماء المسلمين كيف تنظرون إلى هذا الطلب، إلى توصيل ظريف في هذه القضية؟ جزاك الله خير، لأن هذه نقطة مهمة جدا حقيقة في اللقاء. نعم. وهو خير دليل، دليل قوي وصريح جدا على أنه لا يوجد سيادة. ما علاقة الإيران بهذه؟ إن كان حقيقة يوجد سيادة عراقية، مشكلة حدثت على أرض العراق، ما علاقة إيران؟ هذا اعتراف صريح بأنه أول المشكلة، مشكلة المهجرين ومشكلة التهجير الطائفي والجرائم والانتهاكات التي هي جرائم حرب في العراق، إنما هي بعلم وبإرادة إيرانية. والميليشيات الولائية التي أشار لها دكتور رافع قبل قليل، الميليشيات الولائية إنما هي تحت سيطرة إيران وطاعتها، وهي التي توجه الأوامر لهم. فهذه القضية، مجرد هذا مناقشة هذا الموضوع مع وزير خارجية هذه الدولة، هذا اعتراف صريح جدا على أنه لا يوجد هنا، لا يوجد سيادة. أما من يقول أنه رب نبتعد عن قضية هذه الحساسيات، والمهم أننا نريد أمرا يعني ما يحقق للناس مصلحة ما، فنقول أنه هذا إثارة هذا الموضوع لن يتحقق منه شيء لفائدة الناس، لن تعاد للناس حقوقهم، ولن تعاد لا جرف الصخر ولا غيرها، ولا الموصل ولا غيرها، وسيبقى الأمر على حاله. سيطرت هذه الميليشيات وبإرادة إيرانية، وإيران لن تهدئ من هذا الأمور، ولن تعيد الحقوق لبعض أهلها، بل ستستمر في منهجها وتوجه. هذا اللقاء هو فقط أيضا للخداع، مثل ما أشار الدكتور رافع قبل قليل، هي رسائل لإثبات أن إيران هي المسيطرة، وأنها تضرب عرض الحائط كل الأعراف الدبلوماسية والأعراف الدولية، وأنها هي الكلمة الأولى لها وأخيرة. أما أيضا من جانب آخر، لقاء بهذا الشخصية وهذه الشخصية، دكتور عبد الحميد، دكتور اسمح لي فقط، لأن الحقيقة لدينا فاصل، مضطر أتوقف عند الفاصل ونأجل هذه الملاحظة مع جنابك الكريم إلى ما بعد الفاصل. إذا المشاهد الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف حلقة طاولة حوار لهذه الليلة عن حقيقة وجود سيادة في العراق في ظل هيمنة قوتي الاحتلال الأمريكية والإيرانية في العراق بعد عام 2003. ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث عن في حقيقة وجود سيادة وطنية في العراق بعد العام 2003 في ظل هيمنة قوتي الاحتلال الأمريكية والإيرانية. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني ودكتور حامد الصرف. دكتور عبد الحميد العاني، استكمالا للنقطة التي بدأت بها قبل الفاصل تفضل. نعم، ما يتعلق أيضا بلقائي هذه الشخصية أو تلك، نعم، وربما نسمع تأويلا أو محاولة تبرير بأنه هذا محاولة للتهدئة وغيرها. السياسة الإيرانية معروفة سياسة خارجية، ولا سيما رأيناها في العراق تحديدا أنها هي تبقي خطوط الاتصال مع الجميع، مع جميع الجهات، حتى مع بعض من يسمى ظاهريا أعدائها. وقد ظهرت تصريحات سابقة وتسريبات عن علاقاتها وتواصلاتها واتصالاتها حتى مع عدوها الظاهري داعش. وهذا تحديدا الآن إذا جئنا إلى هذا الملف، ملف الانتخابات القادمة، فهي تريد أولا أن تلمع هذا الجهة أو هذه الشخصية وتلك، ولكن لإبراز شخصيات جديدة، لكنه أيضا لننتبه أنه ليس معنى هذا أنها قد حسمت الصراع بين قوسين بين هذه الشخصيات في هذا في الانتخابات القادمة. هي تتواصل وتتصل مع الجميع، هي تتصل بهذا لتبرزه وكشخصية جديدة تظهر على الساحة، وفي جانب آخر يكون في ذات الوقت ورقة ضغط على الشخصيات الأخرى المنافسين. في هذا الأمر هي ستحقق الآتي، هي ربطت الجميع بها وبقنواتها، قنوات الاتصال، ويكون هؤلاء خيوط ممتدة لتتلاعب بهم وتحركهم كيف شاءت. من جانب آخر هي قامت ضمن مشروعها الذي عملت به منذ سنوات طويلة إلى تشظية هذه الجهات، السنة أو الشيعة أو الأكراد وغيره، هي سعيها الأساسي إلى تشظية هؤلاء. وكلما تشظى هذا المكون حزبيا، قوميا، طائفيا إلى آخره، كلما كانت تشظي أكثر وأكثر، ازدادت سيطرتها عليهم، وكانت تستطيع أن تتلاعب بهم وتضرب بعضهم البعض ويتنافسون في حينئذ، وكما رأينا على مدى السنوات الماضية يتنافسون لتقديم الولاء إليها، نعم، كما نرى بين الميليشيات وغيرها، والله أعلم. دكتور حامد الصراف، أيضا في نقطة زيارة ظريف وما أثارت من سخط وغضب شعبي وعلى مستوى المدونين والناشطين العراقيين، المحللون المحسوبون على القوى على العملية السياسية عموما حكوميون، يعني رأوا في هذه الزيارة أنها محاولة جادة من طهران لتهدئة الأوضاع الملتهبة والمشتعلة في العراق وتخفيف الدور الإيراني عن طريق الحرس الثوري وفيلق القدس، وتخفيف أيضا الدعم للميليشيات وفرق الموت واستهدافها للمصالح الأجنبية والسفارات في العراق. ولذلك يعتقدون أن إيران سيكون حضورها في المرحلة القادمة حضور دبلوماسي وسينعكس إيجابا على الساحة العراقية. هل تعتقد، وهذا ليس فيه انتقاص من السيادة بل يعزز سيادة وهيبة الدولة، هل تعتقد أن إيران مستعدة للعب هذا الدور الإيجابي دبلوماسيا وسياسيا، وأن مرحلة الحرس الثوري وفيلق القدس ربما يعني تنحس رويدا وتصبح جزء من الماضي؟ الحقيقة هذا يعتمد على الوضع الداخلي الآن الإيراني، نعم، لأنه إحنا لا ننسى الملف النووي والصراع والصواريخ البالستية والمفاوضات فيينا والضغوط الإقليمية على إيران. الحقيقة يعني جاءت بنتائج الظاهر أنه مؤثرة حقيقة، نعم، على ليس فقط الوضع الداخلي الإيراني وإنما على الوضع الإقليمي أيضا، بحيث أنه الصراع بين احنا اذا جاز التعبير نسميهم الاصلاحيين والمتشددين في السلطه الايرانيه او الحرس الثوري الايراني وفيلق القدس وغيرها، الحقيقه هذا انتج الى حد ما حركه دبلوماسيه باشاره ايضا من قبل الولايات المتحده الامريكيه واوروبا وحتى الدول التي تريد تهدئة الأوضاع، بدليل أنه أيضا السعودية، المملكة العربية السعودية، دخلت على خط المفاوضات وبدأ تسبق الآن إلى حد ما يعني على الأرض العراقية، تتسابق مع أمريكا في إنجاز ما يمكن أن يحافظ على
تماسك الوضع الإقليمي بدل ما يكون هناك انفلات، لأنه نعرف أنه إسرائيل دخلت بقوة في حرب بحرية وجوية ورصد للأجهزة والمواقع النووية. الحقيقة هذه القضية ليست لسواد عيون العراقيين أو سواد عيون العرب والمسلمين، وإنما هناك اضطرار، يعني مجبرا أخاك لا بطلا مثل ما يقال. الإيرانيين ضاقوا الأمرين على يد يعني العرب الآن والدول الدول الأوروبية وأمريكا بنتيجة الحصار الخانق عليها، نتيجة الحصار الدبلوماسي. فأنا أعتقد الدبلوماسية جائز تأخذ مجال، فسحة من المجال أن تتحرك، لكنه إحنا بالنسبة لنا كعراقيين وأقولها بملء الفم، لا يمكن أن يقرر مصيرنا إلا شعبنا، إلا إصرارنا، إلا شباب تشرين الثائر. أما إحنا نستجدي من هؤلاء أن يفتحون المجال أو يفسحون المجال قليلا، إن هذه طبعا من المحال أن تحدث إلا إذا مارسنا الضغط أو ردة الفعل الضاغطة عليهم بأن نحقق نحن إرادتنا بأنفسنا بأيدينا. وهذا الذي أثبت خلال يعني سنة ونص أو سنتين تقريبا شباب تشرين، بأنه الثورة ما زالت مستمرة، ما زال الشعب العراقي يريد أن يحقق مصيره، لأنه هي فعلا ثورة تشرين ثورة استقلال وطني تحرري حقيقي. هذا هو اللي يجب أن نضع أمام نصر أعيننا الحقيقة، ولا لا يمكن أن تكون مكرمة لا من ظريف ولا من روحاني ولا من أي شخص كان، لا في إيران ولا في أمريكا الحقيقة. نعم مشكور دكتور رافع الفلاحي. يعني ما الضير أو المشكلة أنه إيران تلعب دور المهدئ في العراق عبر وساطتها بين مع كل القوى السياسية الموجودة في السلطة؟ إيران ترتبط مع يعني هذه القوى جميعا بعلاقات تاريخية متميزة، وهي الدولة الوحيدة القادرة على ضبط إيقاع الصراع والتناحر بين هذه القوى، وفي النهاية هذا مرده أو ثمرته سينعكس على البلد استقرارا وهدوءا، وممكن تجاوز مرحلة 18 سنة الماضية. ولذلك هذا الدور يعني كما يقال إيران تشكر عليه وليس تسب على أنها انتقصت من السيادة بين قوسين في العراق. سيد ماجد، أولا العراق لم يصرح في يوم من الأيام، حتى هذه الحكومات التعبانة التي تحكم العراق من عام 2003 لحد الآن لن تصرح أنها بحاجة إلى وسيط بين أطرافها، هذا أولا. نعم. ثانيا إيران لا تتصرف كوسيط، تتصرف كآمر، كموجه، كحاكم، هذا هو واقع الحال. إيران عندما تسأل ماذا في قضية جرف الصخر، وجرف الصخر ليست مدينة حدودية، يعني ليست مدينة حدودية بين العراق وإيران على الحدود العراقية الإيرانية، جرف الصخر جنوب بغداد، جنوب بغداد بسبعين كيلومتر شمال بابل وجنوب بغداد، عندما تسيطر عليها الميليشيات ويمنع الناس منها ويتم الوساطة لوزير الخارجية في حل مشكلتها، إذن من يحكم العراق؟ لذلك أحد المنظرين الأمريكان يقول عن السيادة تتلخص بكلمتين: من يحكم؟ فمن يحكم العراق؟ يعني لماذا لم تذهب هذه القوى التي تحدثت مع ظريف، لماذا لم تذهب إلى الحكومة، إلى الكاظمي، وتسأله في قضية الصخر؟ بالمناسبة دكتور ظريف، وأثناء لقاء مع وزير الخارجية الحالي في العراق الحقيقة كرر أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية في العراق، وتحترم أيضا الخيارات العراقية، الخيارات السياسية، وهذا قاله في المؤتمر الصحفي. واضح هذا كلام، هذا دبلوماسي للعنان، لكن واضح هو شلون يحترمون السيادة العراقية ويحترمون القرار العراقي، لأن القرار العراقي هو من الجيب الإيراني، فلذلك يحترمون هذا القرار اللي جاي من إيران. وبعدين عندما يدخل ظريف للحديث عن الموازنة وكيف إقناع الإكراد وكيف يعني كيف إقناع الإكراد بالموازنة الداخلية، هذه قضية كارثة كبيرة. ودعني أقول أيضا دكتور، اسمح لي خليني أسألك دكتور، المشكلة في إيران أنها تدخلت أم في الآخرين الذين يقبلون هذا التدخل ولا يرون فيه ضيرا أو انتقاصا من السيادة بين قوسين؟ هو بالطرفين، عندما يكون الحاكم اللي يقبل بهذا هو أجير لدى إيران، فبالتالي أنت تتحدث عن طرف واحد. يعني الآن أنت تتحدث عن طرفين ولا طرف واحد؟ هؤلاء أجراء إيران،
لا يمكن أن تتحدث عن طرفين، لا يمكن أن تميز بينهما، لا يمكن أن تقول أن هناك حكومة عراقية خالصة وطنية من عراقيين، لا، ولا أحزاب. هم يدعون، هذه الأحزاب تقول علناً، وهذه الميليشيات تقول علناً، وتسأل أسئلة افتراضية فيما لو حصلت نزاع بين العراق وإيران مع من تقف، يقولون نقف مع إيران، والكثير من قادة هذه الأحزاب قاتلوا مع إيران ضد العراق بغض النظر عن شكل النظام، لكن قاتلوا جيش فيه سنة وفيه شيعة وفيه أكراد وفيه عرب، هذا واقع حاله. لا، فبالتالي أنت لا تتحدث عن طرفين، طرف واحد، هذه الأحزاب والقوى المملوكة كلها مملوكة لإيران وأجراء إيران. أريد فقط أن أعرج على موضوع معين ومهم جاء على لسان ضيفك الأستاذ حامد الصراف. حامد الصراف عندما قال أنه يعني العرب وإيران عانت الويلات من الحصار، إيران لم تعاني ويلاتا من الحصار حقيقة، مع احترامي لكل رأيه، الحصار ما عاناه العراق في الحصار هل يقارن بالحصار الذي فرض على العراق؟ إيران لا، إيران كانت في زمن الحصار تصدر النفط، تصدر أسلحة، تستلم أسلحة، تستلم فلوس، والخزينة العراقية مفتوحة إليها، نعم، والحدود العراقية مفتوحة معنا، فلذلك لم تكن هناك حصارا فعليا بالشكل الحقيقي، هناك حصار ربما للشركات لأموال مجمدة هذه القدرات، لكن بالشكل اللي الحصار بالمفهوم الذي نفهمه لم يكن هناك. أشكرك. حصارا لأمريكا لإيران، نعم. فبالتالي وإيران في قضية الدول العربية الآن تسعى، لأنه إيران أرادت، ظريف عندما جاء العراق أراد أن يوجه رسالة لكل العرب باختصار، يقول الجوار الإيراني الآن قريب من العرب، نعم. الآن الجوار الإيراني بريا مع سوريا، مع الأردن، مع السعودية، مع الكويت، مع تركيا توسع، فبالتالي جوار بري موجود الآن يريد أن يثبتوا حاله، فبالتالي هذه الدول عندما أمريكا تقول سينسحب من المنطقة سيسعى إلى محاولة لملمة بيته وتجنب أي صدام. أشكرك. هذا دكتور عبد الحميد العاني، نظرا ل يعني معطيات على أرض الواقع فيما يتعلق بإيران والعراق، زيارة الظريف، بعض الشواهد والدلائل على قضية تدخل إيراني، ناشطون عراقيون، مدونون عراقيون، مناهضون للنظام السياسي من تظاهرات تشرين يذهبون إلى أن العراق الآن أصبح ضيعة إيرانية بالكامل، تحكم من طهران محافظة مدينة ضيعة إيرانية في ظل هذا النظام الطائفي الموجود، أليس في هذا تحامل وخارج نطاق الموضوعية أن يوصف بلد مثل العراق أنه ضيعة تابعة لإيران؟ هذا فيه تحامل، فيه ربما مجانبة للواقع، هناك علاقة متميزة بين العراق وإيران لكن علاقة تبعية، هذا ربما فيه تحامل. بل الواقع يؤيد هذه التصريحات التي ذكرها أو نقلت على لسان أبناء الشعب العراقي، نعم. وما زيارة ظريف هذه إلا جزء من مئات الأدلة على هذه التبعية، لأنه نحن لا نناقش المشكلة ليس فقط في زيارة الزغيف، بل هي جزء من منظومة أدلة، عشرات الأدلة، بل مئات الأدلة على هذه التبعية. هذه التبعية مظاهرها كثيرة جدا، مظاهرها في تصريحات الساسة الإيرانيين أنفسهم، يعني نعم هنالك تلاعب أحيانا يقول نحترم السيادة لا نحترم هذا، هذه التصريحات يناقضها كثير من التصريحات الأخرى التي يعترفون بها بالتحكم، مناقشة القرار العراقي في إيران، مناقشة القرار العراقي في السفارة الإيرانية، التعليمات التي تصدر من السفير الإيراني على لسان الوزير الخارجية التي يأتي وينفذ يوصلها إلى هؤلاء هذه الجهات، الحرس الثوري الإيراني وتصرفاته وتصرفات القوات الحرس التي ليس فقط قادة، قوات الحرس الإيراني وتشكيل غرف عمليات بالاشتراك مع غرفة عمليات الاحتلال الثاني الأمريكي والتنسيق على أعلى المستويات، كل ذلك دلائل كبيرة جدا، هذا فضلا عن اعتراف الأدوات التي هي تنفذ هذا، أدوات التي هي في العراق التي تعترف بأنها جزء وتابع لإيران وأنها تأخذ التعليمات وأنها يتم اتخاذ القرار، وقادة الميليشيات الذين يعبثون بأمن العراق ويصرحون بأنهم ولائيون وأنهم جزء، ألا كما قلت القائمة تطول جدا
فالواقع ما يقوله لا. أبناء الشعب العراقي الذي إن شاء الله هو يسعى بجد إلى التخلص من هذه المنظومة بكاملها. نعم دكتور حامد الصراف، كيف يقول أن العراق الآن في حالة تبعية لإيران، منزوع السيادة بالكامل لا سيادة له، الآن العراق يلعب دور الوسيط في الصراعات الإقليمية، هناك اجتماع طبعا تسريبات عن اجتماع جرى بين السعودية وبين إيران في العراق، الحكومة تتحدث أن العراق بدأ يستعيد دوره الإقليمي الإيجابي، كيف يلعب هذا الدور الإقليمي وهو منزوع السيادة؟ هل يعقل هذا؟ يعقل في العراق، يعني شئنا أم أبينا يوجد هذا الفصل بين السلطات وبين إرادة الشعب العراقي. يعني أنا قلتها قبل شوية بالمداخلة الأولى، أعتقد أنه إرادة الشعب العراقي تريد شيئا آخرا. أولا هي العراقيون يأملون أن يبعدون ينؤون بأنفسهم عن أي صراع أو أي محور إقليمي أو دولي، هذه قضية جوهرية. النظام السياسي يلعب بالأوراق ويلعب بالوقت الضائع من أجل أن يبقى، أن يزكي نفسه، أن يدعي أنه هو وسيط ووسيط موثوق منه أو كذا، لإيجاد مثل ما يقولون يعني مكان تحت الضوء. القضية يعني إذا كان النظام يعني جاد وجدير ما يصطلح مع يصالح مع شعبه أولا، يعني هو النظام السياسي معزول، نظام فاسد فاشل لا يمكن التعويل عليه في رسم ملامح مستقبل العراق، بالنتيجة أنه هاي القضايا الإقليمية والدولية هناك أنظمة فعلا فاشلة وفاسدة ومعزولة عن شعوبها تلعب هذه اللعبة الإقليمية والدولية لتمرير أو للحصول على تزكية دولية أو إقليمية للبقاء، من أجل البقاء. أما أنه جدوى هذا الحوار أو جدوى هذه التفاوض على الأرض العراقية أنا أشك فيها الحقيقة، وأتحفظ على أنه يعني لا السعودية تقتنع بأنه القادم هو أفضل مما مر ومن الوضع الحالي، ولا حتى العراق هو قادر أن يسيطر على هذا الوضع، يعني أن تكبح جماح إيران في العراق وفي المنطقة عبر هذه المفاوضات أمر مشكوك منه تماما. اللي يكبح جماح هذه القوة والنفوذ والتوسع والميليشيات هو الوحدة الوطنية العراقية، هي سيادة القانون، يعني حتى الدستور على الرغم من وجود ألغام فيه لكنه إذا رجعنا إليه يمنع في الانتخابات، في أي انتخابات يمنع الفصائل المسلحة وحتى القوات المسلحة أن تترشح أو ترشح أحد. فلذلك إحنا نريد نحافظ على وحدة شعبنا، على أمنه واستقلاله واستقراره يعني سيادته باعتبار أنه الموضوع سيادة وطنية واستقلالية القرار السياسي، هذا أهم شيء دون تدخل أي طرف دولي أو إقليمي. الحقيقة دكتور ثمة إجماع الآن بعد هذه السنين على أنه المشكلة الكبرى في العراق هو ما يسمى الدستور، حتى وهو هذا مع كونه مشكلة ولكن لا أحد من قوى العملية السياسية التي ساهمت بكتابته تحترم هذا الدستور، تتعامل معه بانتقائية، ما ينفعها تأخذ منه وما يتعارض ويتقاطع مع توجهاتها مع احترامي لك وللمشاهدين تدوس عليه بالأحذية. شكرا لضيوفنا الذين كانوا معنا في حلقة طاولة حوار لهذه الليلة والتي بحثت في قضية ما يسمى السيادة في العراق في ظل الهيمنة الكاملة لقوتي الاحتلال الولايات المتحدة وإيران. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، وكانوا كلهم معنا عبر سكايب. كما أشكر المشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.